السلام عليكم، اش اخباركم؟ اموركم كلها على خير؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو عن غادي اليوم جيت نقدم معكم واحد البيتزا بطريقه مختلفه، والعجينه ديالها رائعه. كتقدروا ديروها في بزاف ديال الفطائر، ماشي بالضروره غير بيتزا. نبداو على بركه الله، نقدموا المقادير. عندنا ثلاثه ديال كيسان ديال الطحين الابيض، طحين الفورص. عندنا معلقه كبيره ديال سنيده، عندنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره الحبيبات ولا معجونه اللي متوفره. عندنا نص كاس ديال الزيت، تقدو الا ما بغيتوش ديروا النباتيه ديروا بلديه. نص كاس ديال الحليب يكون دافي، ونص كاس ديال الياغورت الطبيعي، ما يكونش حتى هو عاد خدم الثلاجه، حتى هو يكون يعني خرجتوه من قبل. هادو المقادير ديال ومليحه مليحه على قد على قدر هذا الذوق ديالكم، على حسب الذوق. هادو بالنسبه للمقادير ديال العجينه. الحشوه باش غادي اللي غنديروا، عندنا كورجي مقطع على هاد الشكل هادي، وعندنا مطيشه ديجا انا حيت عندي في كونجيلاتور، وعندنا دريس ديال الثومه، عندنا شويه ديال الفلفل هذا الاحمر. انا كنديرها لانني ما كنديرش مركز طماطم، وما درتهاش فيها وصافي، ماشي ما كنستعملهاش. والعطريه عندنا بزار وملحه على حسب الذوق وزعتر. هادو بالنسبه للحشوه. بالنسبه للتزيين عندنا الجبن، يعني فرماج حمر ولا موتزاريلا، ولا تخلطوهم بجوج اللي عندكم متواجد. وعندي انا درت سانوش، قدو ديروا الزنجلان داك البيض، قدو ديروا البوافو، كلهم كيجيو زوينين. من بعد كناخذوا داك الحليب اللي عندنا، نص كاس يكون شويه دافي. كنديروا هذيك المعلقه ديال الخميره الحبيبات، معلقه كبيره، وكنزيدوا عليها السكر، معلقه كبيره ديال السنيده، وكنخليوهم يتفاعلوا بعضياتهم. نغطيهم بشي بلاستيك. صافي كنحركوا هذوك العناصر كلها، وكتسدوا بهذا الفيلم اليمونتي، وكتخليوه على جنب باش يتفاعلوا هاد الخميره مع السكر. صافي هذا هو هاد الطحين ديالنا. كنديروا الملح دائما على حساب الذوق. كنزيدوا داك الياغورت، هو طبيعي ما فيه حتى شي نكهه. كنزيدوا الزيت وتلكومه البنات. تقدروا ديروا الزيت البلديه، ماشي مشكل، حتى الطحين راه تقدروا تدخلوا فيها حتى طحين كامل يكون ما فيش نخاله، يكون من النوع الجيد. صافي الخميرة ديالنا هي من بعد ما تفاعلت مع الحليب الدافي وهذا هو والسكر، صافي. وكنعجنوها تدلك، نيت ما كتبغي شويه تدلك، اما تعجنوها بيديكو اما تعجنوها في العجانه باش فاش ما بغيتو. انا غنديها للعجانه تعجن ونرجع معاكم. كنعتذر البنات، نسيت ديك المعلقه صغيره ديال هذا ديال المعلقه ديال خميره ديال الحلويات. صافي وكنعجنوها. من بعد ما تعجنات العجينه ديالنا، ها هي. الا جاتكم على حسب النوعيه ديال الفورص، الا جاتكم شي شويه ثقيله زيدوا واحد 3 د المعلقات حتى ل 4 د الماء اولا د الحليب، ماشي مشكل غير يكون دافي. صافي غادي نغطيو عليها واحد من ساعه حتى تخمر ونرجعوا معكم. مني خمرات البنات العجينه ديالنا، راه خرج انا يا درت 3 د الكويرات. نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتوا ديروا غير وحده كبيره ديروها، بغيتو ديرو جوج
ديروا جوج كبار اللي يعجبكم. انا يا حيت طوال عندي طويله ما عنديش دوك الدايرين بزاف، عندي غير وحده، درت فيهم ثلاثه ديال الكويرات. غنخليهم يعاودوا يرتاحوا ونمشيو نصوبوا الحشوه ديالنا. المهم البنات غنديروا هذا الزيت البلديه شويه في المقله، تقدروا ديروها في هذا في الفران حتى هي كديروها في طاوه، وديروا لا بابي كويسون من التحت وكتفرشوا ديك الكورجيت كلها ودهنوها بالزيت من التحت ومن الفوق ودخلوها للفران. هذه هذا كتبقى اختياركم، انا درتها غير في هذا في القيله. كنزيدوا عليها شويه ديال البزار، كناخذوا مليحه الملحه على حسب الذوق، كنحكوا عليها شويه ديال الزعتر او زعتر اللي عندكم، وكنديروا من ديك الزيت اللي كنت صوبت معكم انايا من قبل ديال اليازير، وهذا اليازير والزعتر ناخذوا غير شويه. الا كنتو تبغيو كاع ديروها بها من الاول ماشي مشكل. هذه بالنسبه للكورجي، هذه لاصوص طوماط البنات. انا ديجا قلت لكم دابا نشارك معكم لا بغيتو لا بغيتو الطريقه ديال باش كنصوبها وتبقى في الكونجيلاتور مزيانه واخده هذا اللون. عندي هنايا تقريبا غديروا جوج مطيشات كبار الحكوكين ومعاهم دريس ديال الثومه ومعاهم شويه ديال البزار شويه راس معلقه، وكندير انا باش تعطي اللون هاد شويه ديال الفلفله الحمراء ومليحه. انا الملحه كنهز بيديا ما كنعرفش بالعدد المعلقه الموالفه كنخدم بيديا، وشويه ديال الزعتر محكوك صافي، وكنخليوها حتى تعلق مزيان ويطيبوا معنا هاد الفنيجات هادو ونرجعوا معكم. من بعد ما تشحرات الكورجي ديالنا ها هي، حنا ما كنطيبهاش بزاف، كنبغي الخضره تبقى شويه في شاده لونها، ولاصوص ها هي ديالنا تبارك الله راه كلشي كتعرفوا لاصوص طوماط كيفاش كطيب. ونمشيو نعمروا البيتزا ديالنا. من بعد ما عاود خمرت لنا العجينه ديالنا المره الثانيه كنقرصوها على هذا الشكل هذا، دائما نخليو الوسط غارق والجناب طالعين هكا، راه كيجيو رطبين البنات عرفتي، راه غتجربوهم ما غتندموش عليهم. هذه حتى هي ها هي، دائما نورقوا الوسط ونخليو الجناب هكايا طالعين، نستمروا بحال هكا. انتما ديما سبقوا الوسط هو الاول وخليو الجناب كيجي فيهم منظر زوين من الجناب. انا كنعطيكم فكره البنات وانتم كيبقى تبارك الله راه المراه المغربيه راه معروف عليها بالتاويل وبالحداقه، اي كنشاركوا معكم هادو ديالنا وصافي. بالنسبه للحشوه البنات راه ماشي مشكله، راه اي حشوه تقدروا تعمروا بهم، ديروا الطون مع الفلافل، ديروا الكفته، اي حاجه. انا غير عطيتكم اقتراح، والعجينه راه ما غتندموش عليها غزاله بزاف. وحنا غندوزو للحشوه دابا، كنديروا لاصوص طوماط هكايا في الوسط الجناب، لا ما تقيسوهمش، حيت الجناب غادي ندهنوهم بالصفر ديال البيض ولا وهذا، و كنديروا فيه شويه ديال لاصوص سوجا ولا باش كيعطي داك اللون المذهب صافي. كنحطو شويه ديال الفرماج هو الاول من التحت، تقدوا البنات حتى دهنوا ليهم الجناب عاد تعمرهم. انا نسيت وبديت
صافي كتحطوا الكورجيت ديالكم. يعني الكورجيت هي ندخلوها في بيتزا، ندخلوها ديما نديرو بيتزا غير بالفلفلة بالكفتة بالفرماج، كنزيدو نديرو الفرماج عاود من الفوق. صافي غنوريكم التزيين ديال الجناب. من بعد ما عملنا البيتزا ديالنا البنات، كناخدو شويه ديال الصفر البيض مع هذا صفر البيض مع لاصوص سوجا. صافي كنطلعو هكا باش تبقى ديما ديك لا فورم ديالهم مزيانه. ولا غير صفر البيض مع شويه ديال الخل ولا شويه ديال الحامض. صافي من بعد كنزو ندهنوهم كاملين بهذه الطريقه. صافي كتزينوهم باش ما بغيتي غير هاد الكحل هذا، هاد السانوج ولا داك البافو ولا داك الخشخاش كيعطي منظر. الزنجله الاخر داك الصفر كيجي شويه اللون بحالو بحال لاباط. صافي غنمشيو على هاد الطريقه ونرجعو معكم في الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا البنات. تقدو ديروهم صغار كبار، الا كنتو درتوهم فرديين صغار بزاف تكوروهم كويرات صغار وكتوركو عليهم بالقاع ديال الكاس باش كتخليو ديك الخويه اللي كديرو تعمرو بها. والحشوات كيبقاو على حساب الاختيار ديالكم. ديروا فلافل تعمرو بهذا بالدجاج بالكفته بالحوت اي حاجه كيبقى. انا شاركت معكم غير العجينه وهاد الطريقه مختلفه شويه، وانتم راه كيجيو رطبين وعجينتهم ما غاديش شتي عجينتهم ما غاديش تندموا عليها. جربوها يعني اللي درتوهم فرديين ما كيبانوش ميني بيتزا، كيبانوا بحال لي فطائر تركية. نتمنى يعجبوكم ان شاء الله وتجربوهم. وكنجدد الشكر ديالي للناس اللي عندي في القناة، وشكرا على التشجيعات ديالكم، وشكرا على لي كومونتير ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.